الأخت نوران عن هذا الذهب، تقول أخذت أهداها والدها والدتها قطعة من الذهب وضاعت هذه القطعة، ثم لما حدثت مشكلة مع والدتها طالبتها بهذه القطعة أو بما يعادلها مالا. لا يجب عليه شيء، لأنه الاعتصار شرط أن تكون الهبة موجودة. إن يجوز للأب والأم إذا أهدوا لأبنائهم شيئا أن يرجعوا فيه، لكن بشرط أن تكون هذه الهبة موجودة. أما إذا كان باعها صاحبها ولا ضاعت منه زي ما قالت السائلة، أو تصرفت به بتصرف آخر فاتت به، فلا يجب عليه شيء. يعني الهبة يعني صحت، وعلى والدتها أن تترك هذه المطالبة، لا حق لها في ذلك.